وفاء من المغرب، بغيت نرد على الانتقادات اللي كتقول بان المراه العربيه ما كانتش حاضره بزاف في الشارع العربي وفي الربيع العربي، وهذا كلام يعني منافي للحقيقه. المراه يعني اكبر دليل على هذا هو اعطاء جائزه نوبل للسلام لتوكل كرمان، ويعني حتى يعني شفنا هذا في الشارع اليمني، وجود النساء بقوة، وشفنا هذا في الشارع المصري، في الشارع التونسي تونسيات كانوا حاضرين بقوة كبيرة في الشارع، وفي جمعويات وفي حقوقيات وموجودين يعني على رؤوس الأحزاب، ويعني تشاركوا ند بند للرجال يعني. وعندنا في حركة 20 فبراير في المغرب يعني كانت المرأة يعني عندنا شاركوا بقوة كبيرة في جميع المدن، في الرباط، في الدار البيضاء، في طنجة، يعني في كل أنحاء المغرب شاركت المرأة المغربية في هذا في الثورات اللي قامت، وجمعويات وكذلك حقوقيات. يعني ما نقدروش نقولوا بأن المرأة يعني أننا ننفي وجود المرأة في الشارع العربي، وهذا منافي للحقيقة.